أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي بالاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتنمية الكوادر الوطنية الشابة وتعزيز كفاءاتهم عبر إتاحة الفرص أمامهم من أجل التطوير والتحديث ليساهموا في رفض المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأضاف العبسي خلال لقائه اليوم في مقر الهيئة بمنتسب الدفعة الخامسة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية أن دعم الشباب البحريني وتقديم الفرص لهم لتطوير قدراتهم يخلق جيلاً قيادياً مؤهلاً لبناء مستقبل المملكة. كما قدم العبسي شرحاً متكاملاً عن مشروع إصلاح سوق العمل وفكرة تأسيس هيئة سوق العمل ومسؤولياتها في تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج ودورها في منح الاقتصاد البحريني الحيوية والمرونة التي تعزز قدراته التنافسية. واطلع منتسب البرنامج على عمليات الهيئة وما حققته من نجاحات في إدارة سوق العمل مشيدين بدور هيئة تنظيم سوق العمل لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص معربين عن شكرهم وتقديرهم للهيئة على ما تم تقديمه من شرح حول العمل.